محمد، أبدأ بأخبار قناة الأهلي والزمالك ولا أسئلة المتابعين؟ اللي انت عايزه يا ريس، معاك في كل حاجه. احنا بس يعني قبل الاسئله يعني نتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه السعوديه، الرئيس الشرفي السابق للنادي الاهلي. نتمنى له الشفاء العاجل وربنا يشفيه من اللي هو فيه ان شاء الله. ويعني كنت حضرتك انفردت بالتفاصيل النقل الاولى عن نيويورك وبتاع، فيعني بحييك على الانفراد ونتمنى له من خلال حضرتك الشفاء العاجل. معاك يا ريس، انا عايز تبدا بالاسئله، معاك عايز تبدا طب باللي خلينا عندنا لا خلينا نبدا القنوات جاهزين يعني. خلينا نبدا بقناه الاهلي، ربما تجيب عن بعض الاسئله اثناء تقريرك فنختصر الوقت. نبدا بقناه الاهلي، ولكن لما تروح لقناه الزمالك في حاجه مهمه، السوشيال ميديا مليانه بقرارات منع مرتضى، احنا منفردين بيها من شهر. حتى المكالمتين اللي عملهم بعد موضوع التسريب قلنا انه استثناء من اللي بيدافعوا عنه في البلد بين قوسين، على كان يدوا له سك حياه جديد. اتفضل يا محمد. بالظبط. طب بالنسبه لقناه الاهلي، طبعا واخده اجازه في العيد، طبعا حتى كان اول يوم اشتغل برنامج البيت الكبير فقط اللي هو يوم الجمعه، يعني كان البيت الكبير، كانوا مستضيفين رامي ربيعه نجم النادي الاهلي. تمام. النهارده كان اجازه القناه كلها، يعني اعاده الحلقات السابقه، نفس القصه برضو بالامس كانت حلقات سابقه معاده ما عدا برنامج البيت الكبير كان مباشر، وان شاء الله هيرجعوا بعد العيد لممارسه عملهم الطبيعي. ده بالنسبه للقناه. بالنسبه لخريطه البرامج اللي اعلنت كلها يعني وتم بثها على الشاشه كلها اللي موجوده، طبعا هم قالوا انه في برامج تانية هتتعمل او حاجه. المعلومات اللي عندنا انه في برنامج حصاد فقط سيتم اضافته الى خريطه برامج النادي الاهلي، هيقدمه كابتن اسلام الشاطر. هو القصه بس في التفاوض مع اسلام الشاطر، هل الحصاد ده هيبقى يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع؟ اسلام اتعرض عليه ان هو يقدم يوم في الاسبوع، فيعني اعترض لانه كان بيقدم ملعب الاهلي وكان بيقدم الاستوديو الرئيسي، فبالتالي ما بقيش موجود لانه البرنامج الرئيسي بيقدمه كابتن هاني رمزي وسهام صالح، الملعب الاهلي الاستوديو الاهلي بيقدمه كابتن ايمن شوقي، فبالتالي تم عرض عليه برنامج حصاد للاسبوع يوم في الاسبوع، يبقى يوم الجمعه من كل اسبوع لمده ساعتين. اسلام طبعا شايف ان يوم قليل بالنسبه له، فبيتم التفاوض معاه ومع الشركه المسؤوله عن قناه النادي الاهلي انه يتم زياده اليوم، يبقى يومين في الاسبوع للبرنامج الحصاد. ده البرنامج الوحيد اللي سيتم اضافته على الخريطه التي اعلنت الايام الماضيه. برضه الاختلاف على برنامج السوشيال بتاع خط احمر، ولكن الاتجاه السائد يعني اللي احنا عرفناه انه بشكل كبير انه خريطه البرامج انا اعتقد يعني اصبحت مكتظه بالبرامج. عندك برنامج الصبح 10 الصبح، وفي برنامج الترند، عندك برنامج 6 مساء، عندك برنامج البيت الكبير وملعب الاهلي، برنامج الابطال، برنامج الاشبال، برنامج الحصاد اللي هيتعمل، برنامج كابتن مصطفى عبده، فالخريطه بقت مكتظه. ففي اتجاه انه برنامج خط احمر هيبقى على السوشيال ميديا فقط، هيبقى يوم في الاسبوع لمده ربع ساعه. ده الاتجاه السائد حاليا، ولكن انا لسه ما تمش البت فيه بقرار نهائي. طيب ده حلو جدا، اديك انت جاوبت. يبقى اذا المعلومات اللي الناس بتسال عليها عن الكابتن اسلام الشاطر، الكابتن اسلام الشاطر في مشكله. كابتن اسلام الشاطر عايز ايام معينه بصفه انه هو كان نجم القناه قبل التقوير، ولكن بعد التقوير كان هناك رؤيه اخرى انه هو يكون في برنامج اسبوعي. ما بين رؤيه القناه بعد التقوير وما بين رغبه الكابتن اسلام ومسانده المسؤولين في الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ليه، الامور لم تحسم، يعني لسه شويه كعبله. دي حاجة. الحاجة التانية، الناس بتسأل على الأذان. أنا كلمت المسؤولين عن قناة النادي الأهلي فيما يخص الأذان، عندهم رؤية إن ده قناة رياضية وبنكتفي بالإشارة بالأذان في شريط الأخبار أو بنطلع استرابة على الشاشة. يعني قال لك بنكتفي إن إحنا نطلع استرابة على الشاشة. ليه يا ريس؟ معلش أنا الصوت مش واضح، بس بقول لك فيما يخص الأذان. أنا رجعت للمسؤولين في القناة وكلمت المسؤولين في شركة لايف وفي القناة، وأخبروني إنهم الناس عندهم رؤية إن دي قناة رياضية، والقناة الرياضية ليس شرطا إنه يكون فيها أذان، وبيكتفوا بالاسترابة أو بيكتفوا بعمل تنويه على شريط الأخبار. ولكن نزولا على رغبة الملايين من جماهير الأهلي بمطالب الأذان، سينظر هذا الأمر قريبا جدا وسيهزم خلال الأيام القادمة. وأنا نقلت رسائلكم كلها وقصيتها وبعتها للمسؤولين. إسلام الشاطر هناك نزاع ما بين وقت طويل أو أيام كبيرة
وما بين برنامج اسبوعي. اسلام يجد مسانده من اداره النادي الاهلي وبقيه الكابتن محمود الخطيب، وفي نفس الوقت الشركه الـ والمطورون ليس لديهم مانع، وانما رؤيتهم انهم يقدموا الكابتن اسلام بشكل ورؤيه جديده. فغالبا هيبقى لي ايام في الاستوديو التحليلي، وغالبا هيبقى البرنامج الاسبوعي. في لسه امور في موضوع اسلام الشاطر لم تحسم. الكابتن مصطفى عبده حتى الان سبب التاخير كما قال لي الكابتن مصطفى عمل الديكورات، يعني الكابتن مصطفى عنده ديكور معين إدارة القناة بتنفذه، فلسه لم يكتمل. أول ما ينتهي من 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 تنفيذ الديكور هيبدأ مباشرة. الكابتن مصطفى عبده عنده مفاجآت من العيار الثقيل، ولكن خلينا أقول لكم منهم يعني اسم أو اسمين. طاهر أبو زيد من ضمن الحلقات، الوزير المحترم طاهر أبو زيد ونجم الأهلي، الوزير المحترم خالد عبد العزيز في أول ظهور إعلامي لي هيكون مع الكابتن مصطفى عبده. بصوا أسامي مزلزلة بس مش قادر أقول أكتر من الاسمين دول. بعد كده الأمور كلها طبيعية. الكابتن جاد محمد لن يكون موجود في القناة كمذيع، وربما يكون ضيف، وكل نجوم الأهلي سيكونوا عليها ضيوف. في إعلانات كتيرة في القناة، ولكن جاري التعاقد عليها من خلال شركة لايف الشركة المالكة. أنتوا عارفين أن الأهلي بياخد 20 مليون جنيه قطعا وملوش علاقة بأي حاجة، الأجور والتطوير والتكلفة وكله على حساب شركة لايف، وهذا إنجاز مالي يحسب لإدارة النادي الأهلي. ده كل ما يخص النادي الأهلي. نروح لقناة الزمالك يا أستاذ محمد. بالنسبة لقناة الزمالك كان في نقطة بس قلت عليك اتكلمت فيها اللي هي النزاع مع إسلام الشاطر. هو القصة مش نزاع، يعني هو يعني كلامنا مع الشركة إنه إسلام موجود مكانه موجود، ولكن الرؤية شايفين انه حتى يعني كان احنا كنا قلنا قبل كده ان هو يبقى موجود في الاستوديو التحليلي، ولكن يعني طرق اسم الكابتن ايمن شوقي، فبالتالي هم شافوا ان هو وجه جديد لتقدير استوديو النادي الاهلي، وبالتالي وجه جديد يعني مع التطوير للجماهير، وبالتالي شافوا انه الكابتن اسلام الشاطر يبقى موجود في برنامج مختلف عن اللي كان بيعمله قبل كده، هو برنامج حصاد. وتم عقد جلسه ما بينه وبين الشركه المسؤوله عن قناه النادي الاهلي، وتم الاتفاق ان انت هتقدم برنامج حصاد لمده يوم، ولكن هو اعترض على اليوم، قال ان اليوم ده قليل بالنسبه لي، انا كنت بقدم كذا وكذا. وبالتالي زي ما حضرتك قلت برضه في مسانده ليه من مجلس اداره النادي الاهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، فبالتالي هي القصه مش خلاف، ولكن خلاف على عدد الايام فقط. يعني هو عايز يزود عدد الايام، 3 ايام في الاسبوع، يومين في الاسبوع بدل يوم واحد، واعتقد انه قريبا سيتم حل هذا الامر. في كلام برضه حضرتك قلت عليه على برامج ثانيه هتقدم، اعتقد يعني من معلوماتنا انه ما فيش برامج هتتضاف الفتره القادمه لخريطه برامج النادي الاهلي، يعني هيكتفوا بالخريطه الموجوده حاليا، مع هيبقى في تطوير بعد 3 شهور هيشوف البرامج اللي بتادي بشكل جيد، البرامج اللي متفاعله مع الجمهور، وبالتالي ممكن بعد مهله ال3 شهور يبقى في تطوير او تغيير في البرامج، ولكن الفتره الحاليه كلها هيشتغلوا بنفس البرامج اللي موجوده، الزياده فقط هتبقى برنامج حصاد الاسبوع اللي هو برنامج اسلام الشاطر، وزي ما قلت لحضرتك الخلاف الثاني بتاع برنامج خط احمر. ده بالنسبه لقناه النادي الاهلي. قناه نادي الزمالك نفس القصه برضه، خدت اجازه ايام العيد كلها، هيرجعوا يوم الثلاث القادم بيجهزوا عشان خاطر ماتش المصري في بدايه استئناف الدوري الممتاز، الزمالك والمصري يوم الخميس في برج العرب في لقاء مؤجل، وبالتالي هيبقى في استوديو يوم الخميس مبكرا يعني لماتش الزمالك والمصري. الخريطه بتاعت برامج نادي الزمالك حتى الان برضو يعني مش واضحه المعالم، لانه حتى كان رئيس نادي الزمالك اعلن انه هيتم بدء الخريطه الجديده للبرامج يوم 3/7، واعتقد ان احنا بنتكلم في النهارده في 2/8، يعني عدى شهر على خريطه البرامج الجديده، وكنا انفردنا من خلال برنامجك يعني انه اعلام المصريين ردا على تصريحات رئيس نادي الزمالك فقررت ايقاف خريطه البرامج لحين يعني رؤيه الشركه في خريطه البرامج الجديده، هل دي يعني تؤدي بشكل جيد او ان الجمهور محتاج ده ولا لا؟ فاعتقد لسه بعد العيد هيبقى في كلام عن موضوع البرامج الجديده في قناه نادي الزمالك. في كمان معلومه جات لنا على انه في مفاوضات مع انه ابراهيم عبد الجواد يتم نقله من اون تايم سبورت الى نادي الى قناه الزمالك بصفته يعني ان هو زملكاوي محسوب على الزملكاويه، فبالتالي هو يؤدي اكثر في قناه نادي الزمالك لتقديم الاستوديو التحليلي بدل من طارق يحيى، خصوصا انه مش هيبقى ليه مكان في اون تايم، لانه خلاص يعني تم الاتفاق نهائيا مع كابتن مدحت شلبي، وهيظهر بعد العيد مباشره
في اون تايم سبورت 2 مع ابراهيم فايق، عندها هياخد ايام 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع، بالاضافه لانه كابتن مدحت شرف هيبقى موجود في الاستوديو التحليل، وده الخلاف اللي احنا كنا اتكلمنا فيه على الاستوديو التحليل ماتشات الاهلي والزمالك، وبالتالي تم الاتفاق انه كابتن شوبير، كابتن مدحت شرف، كابتن سيد زاهر، كل واحد هيبقى ليه يوم لتقديم الاستوديو التحليلي بجانب البرنامج الاساسي، سواء نلعب اون على اون تايم سبورت 1 3 ايام لشوبير، 3 ايام لسيد زاهر، ونفس القصه في اون تايم سبورت 2 3 ايام لابراهيم فاي او 3 ايام لمدحت شلبي. وبالتالي في رؤيه لدى الشركه المتحده انه يتم نقل ابراهيم عبد الجواد من اون تايم الى قناه نادي الزمالك، بحيث ان هو يتولى اداره الاستوديو التحليلي بدلا من طارق يحيى. شايفين انه طارق يحيى لما ادار الاستوديو التحليلي في المباريات الوديه الخمسه لنادي الزمالك لفريق الزمالك لم يجيد دور المذيع الاستوديو التحليلي بشكل كبير يعني، وظهرت اخطائه بشكل كبير، فبالتالي في تفكير ان هم يستعينوا بابراهيم عبد الجواد لتقديم الاستوديو التحليلي في قناه نادي الزمالك. ده كل اللي عندنا في قناه نادي الزمالك.